بالنسبة لقضية أيمن العثماني، احنا بالنسبة لمنظمتنا آخر مستجدات عنا كانت في أفريل اللي فات، وين محامية اللي تاع العائلة تاع أيمن أخبرتنا وقتها اللي هي باش تقوم بتعقيب على قرار قاضي التحقيق اللي أكد في الاستئناف تهمة القتل على وجه الخطأ لزوز من أعوان الديوانة، وتهمة عدم الإنجاد القانوني لثلاثة أخرين. ما ثمش نمشي للمحامي تقول لي نستنى في المحكمة باش ترجع لي، نمشي للمحكمة يقولوا لي ما ثم حتى شيء، أنا مازلنا أنا منتبع في القضية وما ثم حتى شيء. قضية ولدي رد ما هو يعرف حقيقة ولدي، والكل تخبط حقيقة ولدي ودم ولدي مشي. اول ما تضرب ايمن واول ما تهز السبيطار عائلته قالوا لهم في السبيطار اللي هو عنده كرتوشه في واحده واللي سي بون صارت الانترفونسيون ولاباس نورمالمون وكل، وحتى مره ما ذكرت فكره انه فما كرتوشه اخرى في او نيفو نتاع سيخو. وبعد ما تحسب التقارير تقول اللي هو حالته سي كومبليكي، وهذا وصل به انه توفى في ليلتها. وأمه وعائلته ما عرفوا كان بعد بنهارين حسب ما نتفكر رئيس المنطقة حكى مع الأم وقالها راهو غير ما ولدك راهو تضرب بزوز كراتش. استدعاها قاضي التحقيق وأكد لها الحاجة هذه. شنو خسر علي حاكم التحقيق؟ خسر علي قال لي مدام في كل وقت دق الباب وادخل، هذه اللي خسرها علي. وأول جلسة للديوان نهار تحضر الديوان للجلسة متاعتهم قضية ولدي بالوقت جنحها في نهار، نهار حضرت الديوانة والكل بنهارتها جنحت القضية نتاع ولدي. هز شنو خسر؟ هز التليفون، علم المحامي نتاعته، شاهدت المحامي نتاعتنا، قال لها راكي باش تصحي، قالت له علاش مش صحة؟ قال لها القضية معناها هي جنحة. فهمت؟ قال لها لأن هي كرتوش على وجه الخطا، باقي ديما كرتوش على وجه الخطا، الأخرى ديما ماهوش مش مجبدينها فرد مرة، فهمت؟ قالت له هي أن نصحح، قال لها باش تصحي، قالت له نصحح، أما قبل ما صحح نكلمك طلب، قال لها شنو؟ قالت له راني باش نسيانو، قال لها سين في على راه. سنفتها القضية والقضية نهار 6 واللي هي 7 مارس، ولكن حتى من القضية حسب معناها كما تفهمنا نحن والكل اللي هي ترفضت القضية. من نهار سنفت القضية من نهار الدنت جلست ولدي من نهار 6 مارس وهي 7 مارس لحد الليل ما سمعنا حتى شيء على ولدي جملة جملة. حتى تو كنت توجه المحكمة يقولوا لي يا اختي تاخذي حق ولدك، تو تاخذي تعويض ولدك، هذه كلمة نسمع بها من فم الباب يرديني بالكلمة هذه، نمشي نهز روحي ونروح. بالنسبة لقضية أيمن العثماني كي نجي نشوفه هي يعني الحادثة صارت في أكتوبر 2018 آخر أكتوبر، واللي طاو هذوما التهم هذه والقرارات واستئناف وكل معناتها نحكيو في مارس أفريل اللي معناتها كان قارنوا بقضايا أخرى. فما قضية يعني اللي نعرفوها الناس الكل قضية عمر العبيدي اللي عندها أكثر من عام توا، ومازلنا زادة كيف في طور في طور التحقيق، ومازال حتى فما معناتها تقارير طبية بدات مش كاملة إتسيتيرا. كان نقارنوا اي تنجم تقول اللي بالنسبه لقضيه ايمن العثماني فما نوع من الرياكتيفيتي ممكن نجم نقول. كان جينا عنا وجينا واصلين وجينا ما كانش حق ولدي يغبروه، غبر حق ولدي وعرفوا الحق كيفاش وقلبه، وهي كرتوشه متوجه لولدي وقال لي لي ضربت الحيط ديما كرتوشه برك ديما الثاني ماهوش مجبدينها لليوم كذا، يتكركم تاع ولدي تنحى وتضرب على وجهه هذاك تنحى، حقرونا ما نحكيش ليك حاشا وليداتي كاين اعتبر حاشا كاين حيوان قدام، مانيش بشر جمله ومانيش توانسه جمله ومانيش نفس بلادنا ومانيش نفس محكمنا ومانيش جمله.